تعرف شعور لما أما الشعور الذي غنى له الفنان الأردني أدهم نابلسي لم يكن يشبه شعور معجبيه عندما أعلن على صفحته الرسمية قرار الاعتزال. أدهم نابلسي الفنان الشاب الذي اشتهر بصوته الجميل الذي يشبه صوت الفنان وائل كفوري في بدايات مشواره الفني أعلن قرار اعتزاله بشكل مفاجئ. وهذا هو الخبر السعيد جدا، أنا حبيت أحكي لكم أنه الحمد لله أنا اعتزلت الغناء وبشكركم على دعمكم المستمر جميعا. لكن نابلسي كشف عن السبب الذي وقف وراء اعتزاله. فمش مشكلة يكون عندك أهداف، بالعكس صحي جدا أن يكون عندك أهداف، وصحي جدا أنه أنت تحاول دائما أنه أنت تنتج وتعمل الشغلات اللي أنت بتحلم فيها، بس يكون متناسق هذا الهدف مع هدف وجودك بالحياة هو عبادة رب العالمين، ويكون كل شيء أنت بحياتك بتعمله عارف أنه في صح وفي غلط وتحاول دائما تعمل الأحسن. الاعتزال وأسبابه ترك في نفوس الجماهير التي تتابع نابلسي شعورا بالدهشة والاستغراب بين مؤيدين وهم كثر ومعارضين لفكرة الاعتزال.